أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقيم مكتب الشباب الرياضة في المجلس الأعلى الإسلامي حفل بمناسبة ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من السائرين في طريق سيدي ومولاي أمير المؤمنين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. خير ما نبتدي به هذا الحفل المبارك آية من الذكر الحكيم للقارئ ضرغام جهادي، فليتفضل مشكورا مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلق فسوى والذي قدر
صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. ما ردي السائل معتنيك الباب، ولا عالضيف انت الباب سديته، وبروحك جنت تكرم ما تهاب العوز، لذلك قلبك بلا باب خليته، او لان انت علو الكرم بيك يلوذ، الكرم منك طلب مولاي وانطيته، او ما خليت جارك يخفى من الجوع، او قبل لا تحكي يا مولاي حسيته، تجب باب الفقير وخطوتك دمعات، لكن من تجيه العيد راويته. صلى على محمد. أولى مشاركات هذا الحفل مشاركة من فرقة الجامعة الإسلامية، فليتفضلون مسبوقين بالصلاة على محمد وآل محمد. قلبي بحضرتك متعلق ويذكر الزيارة، قاعد يمك يسولف عليك ويحكي ناره، يا ليل القدر يا منقذ قلبي الحياة، ليلة مولدك دق بالقلب يا علي غارة. أسد الله يا مولاي يا مولاي يا مولاي علي حيدر سيف ويقهر علي حيدر يا سر بسم الله يا علي حيدر عشق ليتا علي حيدر سيف الإسلام علي حيدر يا سر من لا ذخر له يا علي حيدر يا محل العشق يا أمك يا حيدر يا أبو الحسين يا نور الأرض يا قائد الغر الميامين بس واحد تظل ما يصح مثلك يا علي اثنين لو تاهد درب بس انت تنقل العناوين بس انت الأمين بس علي تدلوني للأرض يا محل الأرض بك انت وحدك يا أبو تراب أسد الله علي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي علي يا مولاي يا مولاي عاشت ايديكم عاشت ايديكم. بسم الله معناه فاز حتما الولا يا رضا الله رضاه مولانا حيدر سبحان من سواه يا خير من يلقاه هذا علي مولاه مولانا حيدر أسد الله علي مولا علي مولا يا مولا يا مولا علي يا مولا
صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله راح نبدي بالقصيدة الثانية وهي علي علي. صوت واحد علي 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 صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله القصيدة الأخيرة الثالثة وهي أنا مدينة العلم وعلي بابها، فإذا شئتم أن نبتدئ بها فصلوا على محمد وآل محمد. فليأتها من بابها
هذا حديث قاله محمد جاء به وهو حديث مسند في حق من بذكره مؤيد فهو العلي في العلا مؤيد للمرتضى كرامات والعلاج بابها للمرتضى كرامات والعلاج الباب فمن يروم المعالي فليأتها من بابي فليأتها كنا صوت واحد وعلي معي يا باب علم المصطفى أنت العلي ذو المعالي وكفى قولوا معي يا باب علم المصطفى أنت العلي ذو المعالي وكفى يا كعبة المتقين شرفت أثوابها يا كعبة المتقين شرفت أثوابه ومن يروم المعالي فليأتها من بابها فليأتها من بابها أنت يا أخا النبي يا غاية تفدى بأمي وأبي يا حجة الله ويا خير ولي وفيك جاءت لا فتى إلا علي يا سابق السابقين شهدت أصحابها يا سابق السابقين شهدت أصحابها ومن يوم المعالي فليأتها من بابها فليأتها من بابها أنا مدينة العين وعلي أخبارها وعلي أخبارها شكراً لفرقة الجامعة الإسلامية على ما قدموا صلوات صلوات هي أطبق وطن حد هي صلوات صلوات على محمد وعلي أقوى شباب أقوى أقوى صلوات عليه صلوات عليه صلوات عليه
يبدي كل شي ببالي يرسم لي خيال واجتمع عيونه ولو صفنت هو احبس الذكرى لان مر بيها خوف او شعري قدام الورق شايل ضوى الورق جدا مقدس يحمل بروحه حياه القلم مرسول بس جد نبي الشاعر ناطق الرسم باسم كل من فقير يحمل بوجهه تعابير الزمان الفقير بعين شاعر يعني ورده من القلم لو راد ينطيها في النفس الملامح بايته بوجه الجروح وعن لسان العافيه الصوت ارتوى غبش عدهم تبتدي باخر نهار ويقطار الحلم والسكه ملح او كل محطل بيها مره ويسعد وياهم جرح واليتامى ما لقوا لقمه رغيف ناموا ناموا وعجف كتبوا يا علي صل على محمد وآل محمد. جاء دور الرادود الحبيب المبدع وليد العابدي فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. يا حيدر
احنا ذيك السنة نفس هذا المكان ونفس هذا الحضور رجينا الحسينية جوابنا. هذا مو جواب، لا تقنعني، قل لي اجاوبك اجاوب، ما اجاوبك خلي انزل يا رب. يلا علي 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 ميدان قبل يهوسون. علي 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 صاحب الهلال علي علي
علي علي علي علي علي علي علي علي هنا كده كده بعد لك بعد عم استاذ حيدر يقول يقول تعبانين Yeah.
علي علي علي.